هادشي عايش تختي مع كورونا، انا الا زدت اختي شهر اخر في الدار غنتسطى مع اخوتي ونلحو يجي في الزنقه. واه بنتي كاين اللي كيتعايش معاه كاين اللي ما كيتعايش معاه، شي محتفظ بالقوانين وشي خارج بلا كمامه خارجين بلا، ها حنا مراض ومخنوقين ودايرينها علاش؟ على حسب صحتنا. المخزن كينصحنا عيب باش نكونوا نحافظوا على راسنا، نحافظوا على وليداتنا، على وليدات وليداتنا، والناس بعد الناس ما بغاوش. في الاول شويه قاس هذا الوضع وكذا، ولكن بخير دابا قدرنا نتعايشوا شويه مع المرض. ما لا عادي، انا انسان ما ضروري ما غادي تتعايش معاه، هنا ما تقدرش تحكم. نقدر نتعايش معاه بالتعقيم وبن كنا في الدار كنجفوا وكنديروا كل شيء، برا دير البال وصافي. عادي كاينين شي ناس واخدينه بجديه وشي ناس ما واخدينوش بجديه، يعني متهربين منه، فهمتي؟ الانسان الله يهدي كل واحد، بنادم يدير الاحتياط وصافي، هذا هو الانسان، بنادم يدير الاحتياط ونكامل على الله. كنتعامل معاه عادي ولكن ضروري خاصني ندير البال. خصي باقي الناس ما شويه، كاين اللي كتلقى يدير احتياط كيسير لا. لا بنتي باقيين خايفين منه، لحد الان باقيين خايفين منه، الله يحفظنا والله يسترنا منه. هاد الشيء راه ماشي، راه الاطباء تكرفسوا، الامن تكرفس، كل شيء تكرفس، وشكون اللي غيعرفها؟ الشعب الله يهديهم وصافي، الله يهديهم الله يهديهم.